نستمع من الأستاذ دكتور هشام حتاتة، استشاري الأمراض النفسية والعصبية. يا دكتور، الخير دكتور محمد بيه. يعني هل حضرتك كنت معايا؟ يعني سمعتني وأنا انا بطرح بقالي هذه الأسئلة، اخر ربع ساعة طبعا انا سمعت ال لأنه الوضع بالنسبة لي، يعني أنا راصد حالة في إقبال شديد. عملت فينا إيه السوشيال ميديا؟ يعني ودتنا لفين؟ وهل إحنا فعلا محتاجين لترشيد استهلاكنا للسوشيال ميديا؟ بالنسبة لنا هي في النهاية سلعة بتستهلك. يعني انا طبعا كاستاذ طب نفسي وامراض مخ واعصاب لازم بس ننبه الناس، احنا لما ابتدى ينتشر الانترنت والفيديو جيمز في التسعينات في اخر التسعينات حطينا المرض عندنا من ضمن الامراض النفسيه اسمه انترنت ادكشن ويز فيديو او مع او من غير الفيديو جيمز. لما لقينا في ولاد كتيره جدا بقوا عندهم انحراف اندفاعيه، الحاجات دي كلها زادت جدا في اخر التسعينات اول الالفينات، حطيناها من ضمن الدليل التشخيصي في اول الالفينات. هنا بقى في 2010 حطينا ادمان السوشيال ميديا والانترنت والفيديو جيمز اضطراب نفسي. معناه ايه بقى؟ معناه انه هو فعلا اثر على الحاله النفسيه العصبيه السلوكيه بتاعت مين؟ بتاعت الانسان. لما لقينا نسبه ان الطلاق زاد زي ما حضرتك بتقول، نسبه المشاكل النفسيه زي الوسواس القهري، مشاكل زي الكهرباء اللي هي بيسموها طبعا ترى، هي بس هي اسمها كهربه المخ او اللي هي ايه، بيحصل نوبات تشنج نتيجه استخدام الموبايل والفيديو جيمز كتير. فحطينا ان اي حد استخدم الانترنت 4 ساعات يوميا او بما يوازي 25 ساعه اسبوعيا يساوي ادمان انترنت، ويتعالج زي ادمان الكحوليات والهيروين. ده احنا يعني كلنا مدمنين كده يا دكتور. انا 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 دخلت في الادمان والحمد لله اتعالجت منه. والله احنا كلنا كده مدمنين. ده انت حضرتك بتقول 4 ساعات يوميا، ده في ناس يعني يا بيه من 2011 يا بيه، احنا بقالنا 12 13 سنه حاطين ان احنا اكتر واحد 4 ساعات يوميا، او اللي يقول لك لا انا بقعد ساعتين بس في الاجازه بزود، لكن رحنا عملناها ايه؟ 25 ساعه اسبوعيا. لو وصلت لهذا الحد يعتبر ادمان، لانه هيأثر على خلايا المخ، مراكز الانتباه، بيلعب في مكان في المخ يا بيه اسمه البيزا الجانجليا. البيزا الجانجليا ده هتقرا بيه كل الابحاث اللي هي طالعه اخر 15 سنه، سبب الوسواس القهري البيزا الجانجليا، الادمان البيزا الجانجليا، سبب من اسباب التوحد والاي دي اتش دي فرط حركه انتباه البيزا الجانجليا، ان اتلعب في المكان ده لان الكهرباء والكيمياء بتاعت المخ اتلعب فيها. تخيل يا بيه ان نسبه الناس اللي بقى عندهم اضطرابات في كهرباء المخ اللي هو خلل في كهرباء المخ زادت لما من كتر استخدام الفيديو جيمز والبلاي ستيشن والحاجات دي كلها. فاول حاجه ده مرض عضوي وحاطينه من ضمن الامراض بتاعتنا بقالنا 12 سنه. صحيح. وعلاجه اول حاجه الاعتراف ان انا مش عارف زي ما احنا كنا، انا عشان برضو تخصص ادمان، من اي واحد مدمن يقول لك انا مش مدمن انا متعاطي. صحيح. انا في لا انا انكار. بعمل مره كل اه شهر، في بشرب انكار. مره كل شهر. بيجي لنا بقى ادمان النت. يعني انا من 15 سنه والله العظيم جالي ناس مشاكل انفصال بعد شهرين من الجواز، لان هو لقى ان بعد ما خلص شهر العسل باسبوعين بالظبط يقول لها انا خميس وجمعه هرجع شقتي القديمه عند والدي عشان بنلعب بلاي ستيشن انا واصحابي. فتطلق طبعا. روح انت بقى عند مامتك خميس وجمعه. دي شفت حالات دي؟ شفتها زمان. دلوقتي نفس الكلام. هنا اخر 10 سنين يا بيه موضوع مرض اسمه تشتت الانتباه وفرط الحركه عند الاطفال. ان الام للاسف الجيل الحالي، انا مش بهاجم الام او الاب او كده، بس بقول لهم يا جماعه ان هي مثلا عايزه تكلم صاحبتها، عايزه تروح مشوار، هو عايز ياخد وقت يتفرج على ماتش كوره، روح سايب الموبايل في ايد طفل اقل من 6 سنين بالساعات. لقينا بقى كهربه المخ باظت، مركز الانتباه والتركيز باظت، لدرجه ان عندنا اكتر مرض دلوقتي منتشر في الطب النفسي اللي هو الاي دي اتش دي فرط الحركه تشتت الانتباه. ده نتيجه ده بيبقى، بس عشان برضه نبقى عارفين يا دكتور، يعني سن حضرتك قلت انه الولاد تحت 6 سنين. انا بقى عايز اقول لك بقى ده كان زمان، دلوقتي ايه؟ اي طفل رضيع عنده سنتين الام اي فندم الولاد من سن سنتين سنتين ونص بيبقى بيلعبوا بيلعب بالموبايل يتفرج على كرتون او كده، فالكلام ده كله غلط. ده كده انت بتدمر من وهو صغير، البنيه الاساسيه بتاعته اصلا بتتدمر. وعلميا كلام حضرتك حاجه اسمه عندنا ايه؟ نيورو ديفلوبمنت اللي هو ايه؟ نمو الجهاز العصبي.
ايوه الجهاز العصبي المركزي بينمو. لازم نعرف ان اول سنتين من العمر احنا عندنا 100 مليار خليه في المخ. طب انا عايز اسالك سؤال بالمناسبه دي، قول. لانه خلال السنين اللي فاتت عدد كبير جدا من الولاد اللي يعني اتولدوا، الوقت بنتكلم في اللي عندهم مثلا 6 سنين 5 سنين 4 سنين الحاجات دي، عندهم تاخر في النطق وعندهم تاخر في التفاعل، ده برضه أيوة. سببه يعني جزء منه الحكايه دي ولا ايه؟ عامل كبير جدا يعني. بص، اكتر مشكلتي عندنا في الاطفال التاخر اللغوي، وفي منهم طبعا لازم اول حاجه نستبعد مرض زي التوحد. رقم 2 ان هو فعلا حاجه اسمه ايه؟ حرمان بيئي، او ان هو ما مش بيتفاعلوا معاه كويس الاب والام. يعني احنا بنعلم الاب والام ايه؟ وانت حتى البيبي عنده 6 اشهر و9 اشهر، كلمي ابنك، احنا بنغير البامبرز، احنا بنلبس كذا، يلا نحضر الاكل. وهو الواد لسه ما كملش سنه، ليه؟ عندنا حاجه اسمها لغه استقباليه. ايوه عندنا مكان في وبعدين المخ انت الواد بيقوم طالع سايبه وانت قدام الشاشه، هو ما بينطقش وقاعد يتفرج وخلاص، لانه فتفاجئ. مستقبل بس. بالظبط. عندنا مركزين في المخ، مركز اسمه مركز استقبال ليرنكس اريا، وبروكس دي بتاع اللغه الاستقباليه واللغه التعبيريه. هو تمام. الولد لغايه 6 سنين دلوقتي بيستخدم بس اللغه الاستقباليه. عشان كده بقينا الولاد بيجوا لنا ايه 4 سنين ما بيتكلمش، 5 سنين ما بيتكلمش. طبعا بنستبعد وجود امراض عضويه زي التوحد وكده، لكن بنلاقيهم ايه خلل في بناء صحيح الجهاز العصبي صحيح صحيح. طب تنصح، اتفضل يا فندم، اتفضل رقم 2 يعني اتفضل. احنا بننصح دايما الاهالي، عشان انا بيصعب عليا الولاد دول. ايوه تنصح بيه يا دكتور. اول حاجه لازم كنترول، كنترول من البيت. ما اقدرش اقول بقى ايه نعمل كنترول من الدوله، ان نمنع الحاجات الاباحيه بس، نبعت الاخبار الكاذبه الغير صادقه بس، او المواقع الغير علميه بس. لا، نبتدي بمين؟ انا هبتدي بنفسي جوه بيتي. انا زي ما اتحكى انا وصلت مرحله الادمان ايام الكورونا، كنت بشتغل قليل وكانت الجامعه كلها اونلاين والعياده كنت بقلل الوقت، فلقيت نفسي قاعد على الفيسبوك اكثر من 3 4 ساعات. عملت ايه يا بيه؟ عملت ليميتيشن تماما، هو بس في الويك اند وخلاص، وساعتين او ساعه. عملت كده، انا عملت بنفسي كده. ليه؟ عشان لقيت نفسي خلاص هتتحول لمدمن. ايوه رحت انا عالجت نفسي بكده. طب الناس اللي مش قادره تطلب المساعده زي ما بقول لك، هو نفسه ايوه. انت عارف احيانا يا دكتور ايه تشعر بالواحد فينا ان هو طول الوقت واقف وكانه هيفوتوا حاجه مهمه يعني هو لو ما بصش كل شويه عارف ايه. حاجه اسمها سكرولنج التصفح. التصفح ده انه بيقعد غصب عنه ايه يعني لما عملوا الريلز او التيك توك والحاجات دي كلها، دي بتلعب في نفس المكان اللي في الجهاز العصبي المركزي اللي اسمه البيزل جانجلي. اي واحد بيسمع معانا على البرنامج مشاهدين حضرتك يدخل على البيزل جانجلي. دي سبب الاو سي دي. عارف احنا كنا مسميينها ايه وانا بدرس نيورو اناتومي؟ هاوس اوف اوبسيشن، منزل الوساوس. الحته دي اسمها بيزل جانجليا. هو الكهرباء بتتلعب في المنطقه دي وبناء الجهاز العصبي بتبوظ الحته دي، تروح عامله ادمان. غصب عنه لا ارادي. يعني ان طيب اول حاجه اللي هو كنترول، نعمل كنترول. رقم 2 نعمل بدائل. يعني ايه بدائل؟ وانا لما جيت انا عايز ابطل، انا بديهم مثل على نفسي يعني. انا عايز ابطل نت، رجعت اسمع موسيقى، رجعت اقرا كتب، جبت شريط كتب جديده وروايات جديده. انا بحب القرايه، في واحد اللي بيحب الموسيقى، واحد بيحب يلعب، ينزل يلعب كوره، يلعب كوره، بينج بونج، يلعب اي حاجه. اتفقت بولينج، مع كل اي حاجه. ايوه انا عملت كده، انا بديهم بس مثل على نفسي. كل اصحابي اللي بقى بقابله مثلا مره في الويك اند، مره كل اسبوع بقى، ما حدش منا يشغل الموبايل. اللي هيشغل الموبايل لو سمحت يمشي. اصحابي ناس كبيره بيه لواءات وعمدة ودكاتره كبيره. وبسمعوا كلامك عشان انت الدكتور يعني. ولادي عملت معاهم نفس الكلام، قلت لهم انتوا في الايام اللي بنخرج فيها بنقعد مع بعض فيها قاعدين كذا، ممنوع حد يمسك الموبايل. لا والله احنا في مأساة. انت عارف احنا في مأساة. ده اسر تلاقيهم قاعدين مثلا طالبين الغداء، لحد ما الاكل ينزل تلاقيهم واقفين كل واحد قاعد في الموبايل ما بيبصش في حاجه ثانيه وهم بياكلوا. طيب يعني بدايل، يبقى احنا التحكم او نعمل رقابه كنترول على الوقت، نطلب المساعده، نطلب المساعده من الاخرين، نعمل بدائل بدل النت بوسائل متعه ثانيه. الحياه فيها متعه كبيره جدا. صحيح. انا لما بعالج مريض عنده اكتئاب هديله بس دواء اكتئاب، بقول له يلا انزل اقعد في الجنينه، لو هو في المستشفى محبوس في البيت اضغط عنه غصب عنه، غصب عنه يلعب رياضه. يا ده انت هتروح يومين نعمل شوبنج ويومين ننزل غصب عننا النادي، ده مين غصب عنه؟ يعني ليه؟ انا بحاول اطلعه من دايره الايه؟ الاكتئاب او من دايره الادمان. الادمان هل بيكون موافق يا دكتور محمد بيه؟ لا.
عشان كده احنا عندنا ايه الكنترول في ايد مين؟ في ايد الشخص اللي بيساعد، الهيلبر اللي المساعد للانسان دوت. اخر حاجه طبعا نعمل ايه البرامج. حاليا بقى في برامج كتيره جدا تقدر تقفل الاهالي، انا مش هقول اسمها طبعا، برامج كتير على الايفون وعلى الاندرويد والكلام ده كله، اللي هو تقدر تعمل كنترول على موبايل الاولاد انه قدامك البرنامج بيتفتح ساعات اليوم، اكتر من كده يتقفل لوحده. ما هو ده بنعمل ايه كنترول، يعملوا كنترول على اولادهم. بس انا قبل ما اقول كنترول على اولادهم لازم يعملوا كنترول على نفسهم هم علينا الاول. ايوه ما انا بقول لك ايه المشكله. انا كنت بقول انت الاب والام تلاقيهم هم قاعدين ماسكين قاعدين على السوشيال، وبعدين يقولوا الاولاد ايه ما تقعدوش كتير عشان هيضركوا، وهم قاعدين والله 70% من العيادات النفسيه بمشاكل نتيجه ان ليه الطلاق زاد زي حاجتك بتقول في المقدمه. الطلاق زاد لان مثلا انا عاشرت مراتي سنتين ثلاثه، في بقى مواقف حلوه وخروجات وبتاع، دلوقتي لا بيطلعوا ان الطلاق سهل. ليه؟ لان مفيش مشاعر وسيتويشن ما بتراكمش فيه ذكريات وحاجات وعشره وبتاع. وكل واحد قاعد لوحده، قاعد لوحده بيتصفح الحاجه اللي هو بيحبها الانترست فيها، سواء بقى رياضه، ده بتتفرج على موضه، لا مبقاش فيهم كونكشن بينهم وبين بعض. فده بيسهل الطلاق. سهل الطلاق، مفيش عشره. صحيح. طبعا احنا بنحاول ننصح الناس عشان ما يجوش العياده بعيالهم، عيالهم بيجوا يا اما اضطراب في كهربه المخ، يا اما عندهم مشاكل اضطرابات في الذاكره والتعليم وصعوبات تعلم. بيقول لك اول حاجه اقول لهم ايه؟ معلش هنعمل كنترول على النت. بتروح تقول لي شايفه، بتروح قايل للولد شايفه اسمع كلام الدكتور، اقول لها لا انا اسف. بعد ما اخرج الولد اقول لها انت تعملي كنترول على نفسك انت الاول، الولد عشان تخلصي ايه؟ عايزه تعملي حاجه في البيت، عايزه تتفرجي انت على حاجه معينه، فبتسيبي له الموبايل، اعملي انت الكنترول على نفسك. رقم اثنين تبقي قويه. يعني كنا بنعلم الناس الارشاد الاسري اهم حاجه في علاج الادمان، كان عشان انا ده تخصصي كان في زمان، يعني كان ده اكتر حاجه بس بشتغل فيها الادمان زمان، بعمل ارشاد اسري للاهل. انت ليك الابر هاند، اليد العليا، انت ليك الكنترول، بعمل له تمهيد ان هو يعرف يسيطر على ابنه اللي دخل في مرحله الادمان. نفس الكلام فين؟ في ادمان الانترنت، مش لازم ادمان بس الخمور او الكحوليات او المخدرات. اخر حاجه طبعا منع، برنامج حاجه اسمه عندنا منع الانتكاس، اللي هو ايه؟ لازم اقعد افكر نفسي ان انا اول 6 شهور ضعيف جدا. يعني ايه ضعيف جدا؟ انا لو مسكت الموبايل تاني وكسرت حاجه من السيستم، انا متفق ساعتين في اليوم، عملها في يوم 3 ساعات، اعرف ان هي خلاص بقت 4 ساعات 5 ساعات. ايه والله كان عندنا مصطلح في علاج المخدرات اسمه ركب الزحليقه. نزل الزحليقه، ده نفس الكلام في ادمان الانترنت والفيديو جيمز والكلام. بيغرق اوتوماتيك. ايوه بيغرق. لازم بقى اسمه ايه؟ انا احمي نفسي ان انا هنتكس وارجع تاني. فبيقعد يفكر نفسه ليه؟ الاستمراريه هي اهم حاجه. صحيح في العلاج. صحيح. بشكرك جدا الاستاذ دكتور محمد بيه. شكرا يا فندم دكتور هشام حتاتة استشاري الامراض النفسيه.